اهلا وسهلا، كيفتو؟ ما مزيانين؟ كلشي بخير؟ كيف صبحتو؟ صباح الخير عليكم. الريح اليوم الا كتلاحظوا شويه ديال الريح، شويه ديال البروده. ايوا باش كتعاودوا كلشي مزيان، كلشي بخير. اليوم فيديو جديد ان شاء الله يا ربي. غنشارك معكم النهار ديالي، غنوجد واحد الشهيوه سهله مهله للغدا. خليكم معايا وغنمشي نضرب تاع الفطور عندي ديجا موجود. المهم خليكم معايا في الفطور. بغيت في الاول نسقي المحيقات ديالي، كنفيق في الصباح كنجي نتفكر بحال غنسقيهم دابا، ونوريكم شكل البالكونه ديالي كيفاش رجع النعناع بدا كيكبر تبارك الله. المهم غادي نوريكم. ها انتم شوفوا تبارك الله شحال المحابق جمعت. جات البالكونه عندي عامره بمحابق، باقي اخرين اللي هان، باقي اخرين هادو في الارض. المهم نوريكم بعدا هادو المحابق اللي شريت ديك النهار، قلت لكم الكامبو بورو 80، عملت فيه هاد المحبق د الورد احمر. شفتوا كيف جا؟ هذا كان ديجا عندي وريته لكم، هذا حتى هو ما كبرش بزاف، باقي هو هو. نوريكم هنايا، شوفوا النعناع تبارك الله بدا كيكبر. ها كنت قطعت فيه الامل، ولكن ها هو بدا كينبت عاوتاني. هادي باقي ما نقلتهاش، كنتسناها تجي تشبر مزيان، حيت كانت فواحد المحبقه ستيتو عملتها في هادي كبيره شويه، هادي كبيره ما كانوش عندي محابق، دابا كنتسناها تزيد تكبر شويه عاد نقل محبق اخر. وهذا كان اصلا عندي مره اخرى وريته لكم. وشوفوا هادي كتفتح، بدات كتنبت هاد الوريدات هادو، شتو كتورد، كتبان هاد الوريدات هادو غزين. شتو شحال مزيونين، مره كيتفتحوا مره كيتجمعوا، حلوه كامله فيه. هذا باقي هو هو، حتى هذا اللي هان عندي هذاك الحبق شريته زعما يجري على الناموس، ولكن كان عندي اللي هان في قيله مزيان لي شي وقتلاتو لي قيله كامل. دابا عاد عملتو رفيناتي في ضليله، شو كيفاش دبال كامل، ما نعرف كواش عايز دق ولا خصني نشري واحد اخر. هذاك محبق الورد اللي وريتكم ديك النهار حتى هو بدات كتقتلوا لي القايله كانت، وحيدته من اللي هنا اللي مع زعما مع هادو اللي معلقين، حيدته عملته في الارض هنايا في الضليله. هادي كانت قالت لي خالتي خصها تكون في الضليله، ديك الورد ما كنتش عارفه. هادي اللي شريت ديك النهار باقا مخليه هنايا، كنت غنعلقها هنايا دابا عرفتي واش ندخل نداخل ولا نخليها هنايا، باقا ما عارفاش. وصافي عملت لكم جوله في المحيقات ديالي، شو هذا ستيتو. دابا غادي نرشهم شويه، ما كنسقيهمش كل نهار، غير غادي نرشهم بديك فشفاش هاد الماء وصافي، ديك الساعه نمشيو نفطروا ان شاء الله. مزيونات، هذا هو الفطور ديالي ديال اليوم، ما وجدت والو. هذا الصباح كلشي كان عندي واجد. هاد واحد الحريشات في الفران كيجيو غزلان، كنت شاركته معكم في واحد الفيديو من قبل، غنخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف باش تشوفوهم. وهادي واحد الكيكه حتى هي كتجي غزاله، كيجي في وسط منها الكوكو والشوكولات. غادي نخلي لكم حتى هي الرابط ديالها، كنت قدمتها لكم في واحد الفيديو ديال واحد ميريندا، غادي تشوفوها تما ان شاء الله يا ربي. صافي واحد كويس ديال العصير، ودابا غادي نجلس نفطر. جنيت كيلعب هنايا كيدور قدامي، كنسبقو هو الاول عاد كنجلس نفطر انا. مزيون، دابا بغيت نشارك معكم واحد الكوادرو اللي عاد توصلت به، بغيت غير نوريكم. صيفطاتو ملون بالي مزيان ملوي في هاد اللعيبه هادي باش كيوصل زعما معوض، ما تهرس ما وقع له حتى شي حاجه. كوادرو هو هذا البنات، شوفوا كيفاش كيجي. ها هو هاد لاتولي باسم ديالي يسرى الطنجاويه واللوغو ديالي، شفتوا عجبني بزاف انا. شوفوا عدلت في هاد الوريدات هادو اللوينات خويقو هنايا، شفتوا كيفاش جا. قولوا لي الراي ديالكم، انا حمقني والله مع هاد اللوينات هادو، تقنط اللوغو تبارك الله عليها. غادي نخلي لكم انستغرام ديالها، ها هو كارت فيزيت ديالها، وها هي نمره التليفون الا بغيتو تعملو سكرين. كتعدل بلعه الشكالات فنين، كتعدلهم ديال ديك السوابع اللي كيجيو في بوفيها ديال الزياده ديال الذكوره في الزريره قد بنيتات في الغوز بالاسم، كتعدل بايه قرانيه الاسماء الا بغيتو ديهم كادو شي واحد، كتعدل لكم الاسم اللي عجبكم باللوانات بالشكالات على حسب الذوق ديالكم نتوما. كتدخلوا كتشوفوا الزواقه اللي عجبتكم وكتوريوها لها وكتعدلوا لكم. شوفوا انا اللي اخترت هيدا الاسم ديالي واللوغو ديالي، بسم الله جبرتوني غادي نشرمل هاد الكفيته هادي. انا من هاد الشرميله العاديه فحال دائما، عملت هنايا شويه ديال الربيع، غادي نزيد عليها فلفل حمار. الشرميله هي الاولى كنخليوها تدخل فيها شويه الشرميله عاد من بعد نطيبوها. غنعمل واحد شويه ديال اليبزار، تجينا شي حاره
الجزر عندي حر. وغادي نعمل شويه ديال الكيمون، شويه ديال المليحه، صافي. وغادي نخلط واحد المقله، انا عملت واحد المغرفه ديال الزبده ومغرفه ديال الربع، غادي نخليها تذوب باش غادي نشحروا فيها الخضيره. سلقت هنايا بطاطا وجعده باش غادي ندوزوهم في هاد المقله، نعطيوهم الاقامه وهاد واحد المذاق اللي كيجي مزيون. تناو الزبده تذوب، دابا الزبده غادي نزيد عليها واحد شويه ديال الابزار. هيا ويا وهاد الخزر ديال الابزار، وغادي نعمل مليحه، غنعمل واحد شويه ديال الثومه يابسه، غادي نزيد هاد الجعده وغادي نقليها في هاد الاقامه. هادي عملت حتى البطاطا، بما اننا نعملو نفس الاقامه اللي لهم اليوم، صافي. دابا غنخليوها تقلى واحد شويه تتحمر لنا هاد البطاطا شويه. دابا هنايا في هاد المقله غادي نعمل شويه ديال الزيت، وغادي نعمل هاد الكفته تقلى. دابا في واحد المقله بنات عملت الصلصه ديال المطيشه، غادي نعمل معاها واحد شويه ديال الزعتر، حرفوا الصلصه هي بس كتغلي كيف ما كتشوفوا. دابا غادي نزيد عليها واحد مغرفه ديال الدهن ابيض ديال الدهين، برتو تقاده للاسف قتل عليه واحد المغرفه صغيره. وزيت هنايا جبن مبشور، غادي نخلط حتى يذوب فيها. حنيت بوطه وكنت كنحرك حتى يذوب لنا هذا الجبن، هذا هو كيذوب كيف ما كتشوفوا. دابا غادي نهز الكفته ديالنا اللي قلينا، وغادي نعملها في هاد الصلصه هادي. صافي غادي نطفي البوطالي. وكيكون هذا هو الغداء ديالنا ديال اليوم مزيونات. ها انتما الخضره حمرتها، كتجي المذاق ديالها لذيذ بزاف بديك الاقامه. وصافي هذه الكفته بالصلصه اللي عملنا، نورمال خصها تجي مفتوحه اكثر من هذا، خصكم تعملوا مغرفه كبيره ديال الجبن بيض، انا كانت قاده لي للاسف، باش كتجي الصلصه اكثر لذيذه. وصافي شويه الزيتون وكاس ديال المونادا، وصافي هذا هو الغدا. فين مزيان رجعت لكم عاوتاني، جبرتوني نوض غادي نعمل ماسك في وجهي، وتفكرت قلت ما صورت لكم شي، كنت شاركته معكم مره اخرى ملي كنت في المغرب ولكن ما عدلتوش معكم. ها هو الماسك البنات ديال ام سليمان، معدل البطين وفيه ارغان، فيه بزاف الحاجات اخرين. غادي نخلي لكم النمره ديالها غتبان عندكم دابا على الشاشه، وغنخلي لكم انستغرام وديكشي في صندوق الوصف حتى هو. هذه ماركه مفضله عندي دابا بالنسبه للمنتجات ديال الوجه، كريمات وماسك وديكشي كيحمق، جالي مع وجهي كريمات حتى هما جاو لي مع وجهي. قبل ما نعمل الماسك غادي نغسل وجهي، بعدا غادي نغسل وجهي بهاد الصابونه هذه اللي حتى هي بارغان، فيها الريحه كتحمق. ها هي غادي نستعمل فوريو، غادي نغسل بها وجهي. دابا الغنية يعني التعريف، كلشي رجع كيغسل وجهو بها. حتى هي من عند ام سليمان البنات، كتبيعهم عندها ديال السويد وعندها كتبيعهم بثمن مناسب. حيت حتى غسلت وجهي مزيان ومسحته عاد نرجع نكمل لكم، حيت الصراحة الله مش غسل وجهك بالشل العذاب الشديد. المهم دابا غادي نعمل وجهي كيف ما قلت لكم، نخلي لكم النمره ديالها في صندوق الوصف. هي كاينه في المغرب ولكن كتصيفط، ما عرفتش اش كنشوف اللي انا حيت الكاميرا هنايا كندور عندكم زعما كنهضر معكم، وانا خصني نشوف هنايا نورمال.
قلت لكم هي كاينه في المغرب، كتصيفط المغرب كامل وكتصيفط حتى برا المغرب البنات، يعني فيما كنتو تصيفط لكم. قبل ما ننسى، عندكم 10% ديال التخفيض. اذا قلت لا انا من الطرف ديال الاسره الطنجاويه، غتنقص لكم 10% من الثمن. ديك النهار كانت عامله واحد التخفيضات، ما عرفتش واش باقيين دابا ولا ما باقينش، كانت عامله 40% ديال التخفيض، فدخلوا عندها دابا باش اللي كانت باقي باقا عامله تخفيض تستافدوا حتى نتوما من العرض. المهم غادي ندهن الماسك وجهي بحال دائما كامل. غسلت وجهي هو الاول باش نقيته باش يستافد من الماسك. على ريحة فهاد الماسك غزالة ولا فنة. المهم البنات، غادي نزول الشال ونكمل وجهي كامل وديك الساعه نرجع لكم. المهم غادي نسالي، غادي نخليه يبس 21 دقيقه هيداك، المهم ما تفوتوش 20 دقيقه غير يبس. وغادي نغسلو الوجه ديالنا، اذا بدا كيوزوز شويه ما تخافوش، ما كاين حتى شي مشكله. صافي غسلت وجهي ورجعت لكم البنات. كيف ما قلت لكم ما نقدرش نغسل وجهي بالشال العاده بالشديد صراحه الله. المهم مور الماسك غادي نعمل هذا السيروم هذا اللي كنت سبق لي شاركته معكم، اللي فيه غير شويه كنعملو هذا غير مور الماسك. حتى كنعمل الماسك عاد كنستعملو، حيت اصلا المهمه ديال هذا الماسك هو كيحيد الحبوب من الوجه، كينقي الوجه، كيرطب الوجه وكييبس الحبوب. الا عندكم الحبوب كييبس الحبوب من الوجه، وهذا السيروم هذا كيحيد الاثار ديال الحبوب. فهمتوا كيفاش؟ يعني هذا كنعملوه ضروري مور الماسك. انا غنستعمل واحد 3 قطرات هيدا وصافي في وجهي. هذا كيف ما قلت لكم كنستعملو حتى النهار اللي كنعمل الماسك هذا مع الماسك. وغنستعمل دابا بما انه الليل غنعس، غادي نعمل هذا اونتيسيرن. هذا كنعملو يوميا قبل ما ننعس. انا من العير واحد عانيت واحد 3 ديال القطرات، وكنعمل واحد شويه تحت عيني هنايا، واحد شويه تحت عيني. مشكلة ديال الهالة السوداء هو قلة النعاس. انا كنتعطل فايقة في الليل كنقصر. غادي نبقى نعمل غير هيدا شوية بيدي، واحد 10 ثواني وصافي. صافي يخفف لي شوية الهالة السوداء، حيت انا كنقصر في الليل بزاف، عندي هاد المشكلة مكنقدرش ننعس بكري، وقلة النعاس كتعمل لي هالة سوداء تحت عيني. صافي اخر حاجة غنعمل هو كريم مرطب ليلي ديالي ديال دائما اللي كنستعمل هو يوميا في الليل، عندي في حالو في الصباح كنستعمله في الصباح، وهذا كنستعمله في الليل، ها هو تا هو مع عند ام سليمان البنات. غادي نخلي لكم النمره ديالها كيف ما قلت لكم في الشاشه، غتبان لكم في صندوق الوصف. ساليت ورجعت لكم مزيونات. بالنسبه للماسك انا كنستعمله مره في 10 ايام، مره في 15 يوم، حيت انا الحمد لله ما عنديش الحبوب في وجهي، كنعملو غير باش كنقي الوجه ديالي وصافي. بالنسبه اذا كان عندكم حبوب في وجهكم تقدروا تستعملوه حتى جوج مرات في السيمانه، كييبس الحبوب وكيصفي الوجه البنات. كاين بزاف البنات اللي جربوه وجبروا نتيجه وصافي. بالنسبه للسيروم قلت لكم كنستعملو مورا الماسك، غير النهار اللي كنعمل الماسك عاد كنعمل السيروم. وانتيسيرن وكريم ديال وجه الليل هذا كنستعملو يوميا، حيت كيرطب لي وجهي مزيان البنات. ديك الكريمه جبرت عليها والله الا عجبتني بزاف، ما غاديش نبدلها ان شاء الله يا ربي. وصافي هادشي اللي كاين. انايا كيتسالى النهار ديالنا ديال اليوم. غادي نخليكم تهلاو لي فراسكم، تلقاو ان شاء الله فيديو جديد. اذا عجبكم فيديو خليو لي لايك باش تشجعوني على الاستمرار، واذا كنتو جدادين ما تنساوش تشتركوا في القناه وتنضموا للعائله ديالنا. سلامه.